إلى زعماء وحكام أمتنا العربية، نقول لكم من قلب المعركة التي تشاهدون ولا شك تفاصيلها عبر شاشاتكم، إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم لا سمح الله، ولا أن تغضبوا لشتم نبيكم صلى الله عليه وسلم. غزة قاعدة تموت، حكامنا تتفرج، في أبناء داود في الأمة تتحرج، قولوا للحكام فعل مش كلام، حلوا لحدود وطا وتتفرج، في فاشس هاينا ندقهم دك لين يقولوا ماينا بدون شك، نحاربهم لين نطردهم فلسطين منهم نفكوها فك. جمعية الحقوقية تحكي باسم الإنسانية، كيفاش تقوم تلموش؟ صارت إبادة جماعية في أراضي فلسطينية، حسبوا رواحهم ما شافوش، أما في صهاينة ما حملوش، علي عملوا أبو عبيدة ما سكتوش، لا توجد حرية في الكرة الأرضية، كلام العملاء ما نصدقوش. طوفان الأقصى عفوا كاهو، أقوى شبوك نتنياهو، قوي في الضرب لو لبت الكلب، حاضرين للحرب دي معاهو. صهيوني عفات متقوي بالموساد، جاهم أبو عبيدة حيرق واستخبارات، بصواريخ عبران القارات، مازال جايكم برشا كلات. حكام العرب أولاد القحباع ودجلة والفرات، حكام العرب أولاد القحباع ودجلة والفرات، برشا ظلم استبدات، صغرنا نفاق وحياة، وعلي صاير فيهم والله قلبي حزين. تنحل حدودك يا بلاد، للأقصى طول الجهاد، نموتوا احنا أما تحيا فلسطين. القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها، ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بيغارتها، وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفا، وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض، فما أشرفكم أولاد القربة، هل تسكت مختصبة؟ رجل الأمة في الأقصى صامتين، من تحت القاعة عدوهم قاصفين، أمريكا وإسرائيل فيهم متكتلين، وحكم العرب ساكتين عالحق خاصين. تخيل تروح كان الأمة تقف رجالها، أي والله دولة صهاينة تحشاها، حكم العرب بابا فيهم شي راجل تراه، أي لا سمح الله كما أبو عبيدة قال، سموني مضفاك وفك مريك معاك، ولعنة العقد الثامن مازال تجري وراك، المقاومة رابطة معاك وحلفة مش باش تختار، فك شارون ونطنيان وفكيو وطبارك. أنتم بلادنا احتليتو وقتلتو صغارنا، بأمريكا احتميتو وفكيتو ديارنا، على حرمتنا اعتديتو بصبرة شديدة ونسيتو، واليوم رجالة الأقصى بالشيخ وزهرنا.